الدماغ هو وحدة التحكم المركزية في أجسامنا، وهو مستودع العواطف والذكريات. وقد اعتقد الفلاسفة عبر التاريخ بأن الدماغ ربما يأوي الروح. وعلى الرغم من التطورات العديدة في مجال البحوث الإكلينيكية والتقنيات العلمية، إلا أن الكثير من الأسئلة حول الدماغ لا تزال دون إجابة. السلام عليكم. قبل الغوص في تفاصيل الموضوع، لابد أن نعرف الفرق بين الدماغ والعقل والمخ والذهن، لأن الكثير من الأشخاص لا يستطيعون التمييز فيما بينهم. فحينما نتحدث عن الذهن مثلا، فهذا الجزء يحتوي على الحواس الظاهرة والباطنة، وهي مصممة لاكتساب العلوم والاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف. أما حينما نتحدث عن العقل، فهذا المصطلح عادة يستخدم لوصف الوظائف العليا للدماغ البشري، وخاصة تلك الوظائف التي يكون فيها الإنسان واعيا بشكل شخصي، مثل الشخصية، التفكير، الجدل، الذاكرة، والذكاء، والتحليل. وحتى الانفعال العاطفي يعتبره البعض ضمن وظائف الدماغ. وبالتالي فالعقل هو الذي يميز البشر عن باقي المخلوقات الأخرى، وليس الدماغ. أما بالنسبة للمخ، فهو القسم الأكبر من الجهاز العصبي المركزي، حيث يتشكل من نصفي كرة مخيتين منفصلتين ترتبطان بجسر عصبي، حزمة عريضة من الألياف العصبية البيضاء. وتجتمع هذه الحزم على شكل جسم نسميه الجسم الثفني. ويهتم المخ بشكل عام بالوظائف الإدراكية والحسية والعقلية ووظائف اللغة، وهو جزء من أجزاء الدماغ البشري. أما حينما نتحدث عن الدماغ، فهو الجزء الكامل الموجود في الجمجمة والذي نعرفه جميعا، وهو أهم أجزاء الجهاز العصبي في جسم الإنسان، وهو يجمع المعلومات ويحللها ويسيطر ويدير معظم أعضاء الجسم، وكذلك هو منبع لإنتاج المعلومات الجديدة. وإليكم هذه الحقائق التي يجهلها الكثير من الناس حول الدماغ البشري. البشر يستخدمون 10% فقط من أدمغتهم. من بين المعلومات الشائعة حول الدماغ أن الإنسان لا يستخدم سوى 10% من قدرات دماغه، إلا أن ذلك لا أساس له من الصحة. فقد تبين بأن الدماغ يحتوي على العديد من المناطق المسؤولة عن وظائف مختلفة في الجسم، إلا أن الإنسان لا يستخدمها في الوقت نفسه، وإنما تنشط بدرجات متفاوتة بالاعتماد على نوع الوظيفة، مما يعني أن جميع مناطق الدماغ البشري ناشطة. التقدم بالعمر يزيد الذكاء. قد تتدهور بعض العمليات المعرفية مع التقدم في العمر، إلا أن الإنسان مع ذلك يصبح أكثر ذكاء. في المقابل، قد يعاني المسن من مشاكل في الذاكرة وصعوبة في التركيز والقدرة على القيام بمهام متعددة في وقت واحد. لكن غالباً ما يحافظ الإنسان على الوظائف اللغوية والحسابية وغيرها بشكل جيد رغم التقدم في السن. طبيعة الذكاء غير معروفة. قد يبدو الإنسان ذكياً أثناء ارتدائه النظارات الطبية ومطالعة كتاب، إلا أن الدماغ في الواقع آلية أكثر تعقيداً. ففي بعض الأحيان لا يعتمد العلماء على حجم الدماغ لتحديد نسبة الذكاء، وإنما على نقاط التشابك العصبي التي تعمل على تحسين الاتصالات بين الخلايا العصبية. وهذه الشبكات القوية في مناطق معينة من الدماغ تسمح للخلايا بالتفاعل بشكل أكثر فعالية مع بعضها البعض. الدماغ قادر على شفاء نفسه. عندما يتعرض دماغ الإنسان لإصابة في فترة من حياته، فإن المناطق السليمة في الدماغ تعوض وظائف المناطق المتضررة، وتسمى هذه الظاهرة بلدونة الدماغ، علما بأن العديد من الأشخاص يعانون من الإصابة الدماغية أو السكتة الدماغية. وأثناء عملية الإصلاح، تشكل الخلايا العصبية الصحية شبكات جديدة أو تصلح الشبكات القديمة. وقد أثبتت التجارب على المكفوفين الذين فقدوا بصرهم أنهم قادرون على استخدام الأجزاء البصرية في الدماغ لوظائف أخرى.
لا يتشكل الدماغ بشكل كامل حتى بلوغ الإنسان 25 عاماً. على الرغم من أن الإنسان قادر على القيام بجميع وظائفه، فإن الدماغ لا يكتمل تشكله قبل سن 25. ووفقاً للبحوث، تتطور قشرة الفص الجبهي المسؤول عن عمليات التفكير العليا في وقت لاحق. بعض المهارات تساعد على تعزيز وظيفة المخ. أثبتت الألغاز فعاليتها في تدريب الدماغ، ويمكن التركيز على مهارات أوسع. وعندما يتعلق الأمر بالتدهور المعرفي المرتبط بالسن، يمكن الاعتماد على بعض الطرق لزيادة الإمكانيات والمهارات الفكرية، على غرار تعلم لغة أجنبية أو تعلم العزف. التفاعل الاجتماعي مفيد للدماغ. إذا كنت ترغب أن يظل العقل نشطاً مع تقدمك في السن، فعليك أن تحصل على معارف جديدة. وبحسب الأبحاث، فإن النشاط الاجتماعي يدعم ويحسن وظيفة المخ مع مرور الوقت. بعض مناطق الدماغ تبقى نشطة أثناء النوم. يعتقد البعض أن الدماغ يستريح أثناء النوم، ولكنه في الحقيقة يستمر في العمل، إذ تبقى القشرة المخية التي تتحكم في التفكير نشطة، إلى جانب القشرة الحسية الجسدية التي تسمح بالإحساس بما يحيط بنا. فقدان الذاكرة لن يجعلك تنسى من أنت. غالباً ما يظهر الأبطال في الأفلام وهم عاجزون على التعرف على أنفسهم بعد التعرض لحادث يضر بالذاكرة، ولكن الحقيقة خلاف ذلك، إذ أن فقدان الذاكرة لا يجعل المرء ينسى هويته. فعند الإصابة يعجز المرء عن تذكر أحداث الماضي، لكن بإمكانه استيعاب معلومات جديدة بصفة تدريجية. الأذكياء يركزون على التفاصيل الصغيرة. في إحدى التجارب العلمية تم الكشف عن نتائج غريبة، حيث تبين أن الأشخاص ذوي معدل ذكاء مرتفع قادرون على اكتشاف الحركات الصغيرة على شاشة الحاسوب أفضل من غيره، في حين تثير تحركات الأجسام الكبيرة اهتمام المثقفين. يمكنك أن تتعلم التفكير الإيجابي. وفقا لعلماء النفس، فإن دماغ البشر ينحاز إلى التفكير السلبي بالفطرة حتى يتمكن من التعرف بشكل أفضل على التهديد. ومن المفيد للدماغ النظر بإيجابية إلى الحياة، مما سيسمح للمرء بتحمل العديد من الأمراض الخطيرة. وإذا كنت ترغب في ذلك، فيمكنك تدريب العقل على التفكير الإيجابي. ترتبط الروائح بقوة الذاكرة. ولا يفهم العلماء كيف يتشكل هذه العلاقة بين الرائحة والذكريات، لكن قد يكون ذلك بسبب تقارب المناطق المسؤولة عن معالجة الروائح والعواطف والذكريات في الدماغ. حقيقة، رغم اكتشاف هذه الحقائق والأسرار حول الدماغ البشري، فإن هذا العضو لا يزال مبهما ومعقدا، ولا زالت الأبحاث والتجارب تكشف لنا المزيد والمزيد حول هذا العضو. إذن هذا كل شيء فيما يخص هذا الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم قليلا، وسنلتقي بإذن الله في فيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.